هلو يا حلوين، كيفكم؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله كي اجتمع احنا ناس حبايبي. رجعت لكم يوم مقطع اسطوري اللوز اللوز يا احلى الناس. مثل ما انتم شايفين شباب، خلفنا نزل حدث اسطوري، جائزة الكنز ولا حدث الرقصات ولا كل الرقصات معلم، يوم حدث رقصات ويا سلام. طبعا حبايبي قبل ما نبلش المقطع يا اساطير، لا تنسوا تصلوا على حبيبي محمد عليه الصلاة والسلام يا احلى ناس. ومثل ما انتم شايفين شباب، انا الان بحساب احد المتابعين حبايبي اخترته من الانستغرام يا اساطير. الكل يروح على الانستغرام شباب، يراقب الستوريات شباب، يعني دائما في مسابقات لوز لوز حبايبي. شيء ثاني، نزلت لكم مقطع اسطوري بقناتنا الثانيه شباب، مقطع متشكلز. اللي ما شاهده يروحوا يشوفوا شباب. وخلينا نبلش ندخل على حدث يا اساطير، خلينا نعمل هيك حبايبي. طبعا شباب لازم نختار، اكيد كثير منكم فهم الحدث يمكن، واللي ما فهموا راح نشرحه. هون عندنا شباب، عندنا 6 رقصات، اوكي راح نختار. هون عم يشرحوا لنا الحدث، تمام؟ خلينا نختار الرقصات الموجوده هون. او يا اخي كم رقصه لازم نقدر نختار؟ هلا احنا لازم نختار اهم شيء هي، لانه هي حبايبي فهمتوا علي. وشو نختار يا زلمه؟ خلينا نختار هي رقصة العالم، اعتقد عنده اياها. نجيبها، يلا روح نقعد هذول يا شباب نختار هذول الاربعه. اهم شيء شباب من هذا الحدث انه يعني نجيب هاي رقصه البوكس، التدريب القصوى معلم. ايوه هيك تمام، لوس نعمل تاكيد. اوكي، لفت الجائزه الكبرى. شو هي الجائزه الكبرى معلم؟ طبعا حبايبي مثل ما انتم شايفين، يعني صراحه لحد الان ما فهمنا كثير هذا الحدث. اوكي، حصولك على احد الجوائز الكبرى مضمون في 6 لفات. اوكي اون عم لازمنا جواهر شباب، خلينا نشحن جواهر حبايبي. ثواني ناخذ الاي دي، تك 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 تك، ليتس جو. ونشحن الجواهر حبايبي. ايه طبعا، اوبا، حتى حصار عنده هذه ال شو اسمها هي يا زلمه، لكن شو اسمها يا شباب، الثلجي. اوكي شباب، هلا الان حطيت انا السماعات عشان هيك يعني نركز اكثر واكثر. خلينا نعمل ريفريش شباب. اوكي، هي معنا 2200 جوهره حبايبي مثل ما انتم شايفين. خلونا نبلش نضرب اول لفه ونشوف شو رايح يصير. الف سيكل اوكي تاكيد، هات نشوف. اوكي كمان عم يزيد العدد. كمان عم يزيد العدد يعني. لا والله حبيبي، والله معلم هذا الوضع بيضة. نعمل تخطي الرسوم معلم، لكبة الارض. اوكي، هيك لك بتلف وهيك. اوه ماي جاد حبيبي والله. طبعا شباب، شو هاد حدث اول مره بشوف هيك حدث شباب. يرجى الانتظار تاكيد. بس ثواني شباب، يعني ما في شيء طلعنا اياه من الاول يعني. بس عارف حدا جاوب وات. والله معلم حتى هون الحظ بيت الظاهر، شايف ايه شو هذا؟ رقصة الكريستيانو. اوكي شباب، والله الوضع مش لوز اللوز معلم. لا والله شباب، هذا الحدث يعني عن جد متفاجئ منه، ما كنت بعرف لهالدرجة يعني انه لازم نضرب 5 لفات عشان ناخذ الرقصة. والله شباب يعني كل رقصة تقريبا تكلف، ما اعرف، 1000 جوهرة تقريبا شباب كل رقصة تكلف. لك شباب رح نشحن جوهر نكملهم، يعني شحنا له تقريبا 2050 نكملهم شباب، نكملهم لل 9000. شو يا زلمة 5000 جوهرة شباب؟ والله ما كنت اعرف هيك شباب، صارت معي صدمة كبيرة اقسم بالله. بس والله ما في مشكلة شباب، متابعينا اللي يتدللوا. اوكي شباب، هيك شحنا له جوهر حبايبي. خلينا نعمل ريفريش. ويلي اوكي، طبعا اكيد في شحن التراكمي هنا. اوكي يلا معلم، خلاص شباب فهمنا انه هذا الحدث هيك حبيبي والله. خلينا بدنا نشيل التخطي نشوف، بلكي ممكن هيك معلم يكون في هيك شيء. يلا بدنا الرقصة معلم، بدنا الرقصة. تفرج يلا اللفة الأخيرة أكيد، يعني خلاص هي هي معلم، هي البوكس. اوكي شباب، بقى عندنا اللفة الأخيرة يا أساطير. حبايبي الكرام، رح نترك له 1100 جوهرة. اوكي حبايبي، انا راح اترك له هو يختار
تمام حبيبي 1100 جوهر هو يعني يعمل اللي بده اياه، يا يحب يكمل على الرقصه بيقدر يجيب الرقصه اوكي، يا اما ما اعرف يعمل اللي بده يا شباب. فهمتوا علي كيف يعني؟ مثلا يجيب مش مفعل الفاير باس كمان حتى، يعني خلينا نجيب له الشحن التراكمي اوكي، مش مفعل الفاير باس يعني خلينا نفعل له الفاير باس ثواني شوي. يلا خلينا نفعل الفاير باس شباب، مثل ما انتم شايفين وين هذا الفاير باس، هذا الـ هذا الـ الترقيه 600 اوكي. وقف عنان الفاير باس حبايبي، وضعوا لوز اللوز اوكي، خلينا نعمل الحصول على كل شيء. حسنا كفو كفو كفو، نفعل هذا كله الفاير باس هذا يا شباب. او زي يحب كمان يعني لان الرخصه هذيك يا شباب مش كثير يعني واو واو الصراحه يعني انا لهيك وقفت اوكي. نعمل هيك، نفتح له هذول الباجات هذول كلياتهم هون. وين الخزنك؟ لا هاي نفتح له، نعمل حصول على كل شيء هون، حصول على كل شيء هون، حصول على كل شيء عشان لو الشباب الصراحه الفاير باس هذا عن جد يعني كثير حلو هذا يعني ما يروح عليه. حلو حبيبي والله، نعمل حصول اوكي. هون باقي له كم مهمه شباب مثل ما انتم شايفين، ويجيب البادجات ويجي عشان يقدر يجيب ال ال الفاير باس، لكن المهمات اللي لبست الفاير باس. والله يا شباب يعني لا تاخذونا يعني، والله شباب هيك صبح بكير وشفتوا الستوري بالانستغرام نزلت لكم اياه حبايبي، ولا يا شباب كل مره شباب ندخل نجرب الرقصه يا حلوين. طبعا حبايبي الكرام مثل ما بتعرفوا لما بينزل لك احداث يعني تابعونا كثير على الانستغرام شباب، دائما يعني بعمل هيك مسابقات يعني بنحرق احداث يعني اذا بيكون عندي الرقصات بحسابي. طبعا ما عندي رقصه البوكس بحسابي، لازم راح اجيبها اوكي. حبايبي تابعونا على الانستغرام ممكن يعني تربحوا حبايبي. خلينا ناخذ هون ناخذ شوت جن، حبيت حابب اجرب شغله شباب الشوت جن البربر. نعمل هيك، شوفي هون معلم، ياب بوي ياب ياب. شو الرقصة الغبية يا زلمة؟ ثواني يا حبيبي خلينا شو كنت بدي اعمل؟ لكن وين الطاوة هيك عشان نحمي حالنا من ورا الظهر، نمشي ونحن عم نلعب معلم. شو في خلينا نشوف نجرب شباب، نشوف حابب اجرب شغلة شباب اللي هي هيك، هاي هيك. ثواني رح نجرب شغله، نعمل هيك تطفين رقصة قبل هيك تجرب. واخر شو نعمل هذيك معلم، شوف الرقصة الثانية شباب، هاي بيتي كريستيانو يا وسخ. عم يضحك. تعالوا نعمل هيك، شي واحد هيك يجي شباب نجرب الرقصة هيك راح نضرب هيك سبرايز. الناس يا اخي وين الناس يا اخي؟ ما في حدا هون حبيبي والله. يا اخي ولا حدا معبرني شباب اقسم بالله، يا اخي ربيت سنتون من حالهم على هذول، بدنا نجلد المعلم. تعالوا تعال 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 اطلع. يا زلمه شباب الصراحه انا اليوم ماني مصحصح، هذول معلم ننسى الرقصات لازم نربيهم شوي. تعالوا 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 تعال يا ولد، تعال يا ولد تعال يبلع يبلع. تعال هوني جيمي، تعال تعال وينو يا اخي هذول ايكي يا زلمه، ايكي بالتدريب يا زلمه، لازم تلعب بس تحت القرب يا زلمه. تعال 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 ابلع ابلع ابلع. يلا على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي على اللوبي كمان على اللوبي، بدنا نحن نتعلم معلم. هذا معلم قاعد شوف فين، شوف يرمي القنبله يا الله ابلع
بدي يرمي قنبله يا شباب يخرب بيت سنتو. تعالوا نفتح شوي هون في اوه ثلجه. هي ثلجه حصلت هيك تبرح حصلنا على ثلجه تبرح كمان. سلام عليك. لما نبدأ يخرب بيت سنتون شباب. لا خلاص يكفي شباب يكفي حبايبي يكفي. تعالوا تعالوا حبايبي. اوكي جايز نايس 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 نايس. اوكي ليز اند جنتلمان حبايبي الكرام هي بيكون انتهى مقطعنا اليوم يا اساطير. ان شاء الله عجبكم المقطع لا تنسونا باللايكات والشيرات والبارتاجات حبايبي. لا تنسوا شباب تتابعونا على انستغرام شيء كثير مهم ضروري يا حلوين. تاني يا شباب لا تنسوا تشاهدوا المقطع نزلت لكم اياه على قناتنا الثانيه حبايبي. شباب صراحة انا مش مصحصح من الاخر شباب ماني مصحصح فقط نزلت الحدث الزر نزلت لكم ستوري نحن وحدث احد المتابعين بصراحة ماني مصحصح حبايبي. اوكي سو جايز يومكم سعيد. لا تنسوا تشوفوا المقطع اللي نزلته هناك. وين؟ لا مو هون، لا هناك. اوكي ونشوفكم على خير. باي باي.